تفضل يا ست الستات كباريهك ومطرحك. استني قبل ما تنزلي ناخد صورة سيلفي. تفضلي يا ست الكل، تفضلي خشي خشي على طول. ايوه ايوه عدي الشاب وعدي المزه. ايوه كده، يا سلام يا سلام. اقعدي مين؟ كبداكي؟ الهانم تشرب ايه؟ اشرب حلبة حاسة. حلبة حاسة دي عند امك هناك. ماشي، تحت امرك يا هانم. ايه طيب؟ ايه يا هيما؟ حصلت ولا ايه؟ انت جايب نوال هنا الكباريه؟ وماله يا هيما؟ مزه ومش لازماك، وانا مستأذنك، عايز اعمل منها قرشين، هتبص لي في اللقمه؟ جرى ايه يا هيما؟ روق، وبعد كده انت ممكن ينوبك من الحب الجامد. يلا، شوف بقى هي عايزه ايه؟ طب خد بالك بقى، لان دلع المره بيجيب ورا. عادي يا سيدي، والرجوله مش بسهوله، انجز بقى انجز. دي طالبه حلبه. طالبه حلبه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. وجيتي تطمني عليا. تسلمي يا ضنايا، وكمان اشتريتي حاجات وكلفتي نفسك، ما كانش له لزوم. انا حتى اللي مني ما حدش فيهم بيطل عليا. طب والنبي ما تقولي كده، ده انت ست طيبه وتستاهلي كل خير. طب والله العظيم اول ما هاجر قالت لي جيت لك جري على طول. وهي يا بنتي ربنا يكرمك ويعدل حالك قدر يا كريم. الله يخليك، تقومي بالسلامة يا رب. سلامي. طب أنا هقوم أصب لك عصير بقى أنت والحاج. يا ضنايا ملوش لزوم، ملوش لزوم تتعبي نفسك. ما تقوليش كده، ده أنت تعبك راح. أصب لك جوافة ولا مانجا يا حاج؟ الاتنين يا أختي. العكنانة دي. طيب 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 نجوان، وحشتني يا بابا. ايه اللي نزلك مصر تاني؟ والشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس؟ فلوس ايه بس يا بابا، وسع كده عالدين. ولما هي مفيش فيها فلوس، ايه اللي نزلك مصر تاني؟ وعملت ايه مع الجدع الزبالة اللي طفشت معاه؟ ما عملتش حاجة، نصب عليا وديني رجعت بشنطة هدومي بس. بوز فقر زي امك، الناس تخلف عيال عشان تكبش فلوس وترمي في حجر اهلها، وانت وامك بتكبشوا من الفقر وترموا على دماغتنا. هي ماما فين وعامله ايه دلوقتي؟ اهم لقاحه في الاوضه جوه، خش يا اخت شوفيها. ماما يا ماما، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. انت وحشتيني. الف سلام عليكي. طب ليه اسنانا بقى يا عم الحاج؟ ربنا يطمنكم عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى، صوب لنفسك يا عم الحاج، انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليكم. الحمد لله قدر ولطف ان السندس كانت تعبانه وروحتيها قبل الولعه، عشان انت عارفه لما بتشوف ولعه بيحصل لها ايه. انت ليك اعداء؟ في بينك وبين اي حد مشاكل؟ اعداء ايه بس يا سعاده البيت؟ هو احنا اسرائيليين ولا حاجه؟ ده بطن البقره ده هي اولها يجيب اخرها، كله عارف بعض. وبعدين الست جمالات ما بقالهاش كتير عندنا هنا، يعني عشان تعمل اعداء ولا حاجه؟
قدر الله ما شاء فعل، ربنا على الظالم وابن الحرام والمفترق. وانت يا اختي جمالات لابد ان تكوني في كنف رجل يقف بجوارك، واعتقد كلامي مش غلط يا اخي شكري. اعوذ بالله، ولاد الحرام مالوا الحته، لكن قسما عظما لو ايدي اتحطت على اللي عمل العمله السودا دي لكن معلقوا على باب المحل ومشفيه ومطلع من جدتك منبار والقوارع ولعب الدراس ومخش. اخرس انت خالص، مش عايز كلام كتير. جمالات خدي مديل على المحضر ده، ده محضر كده روتيني، وانا في اسرع وقت هجيبهولك مرمي عندي في الحجز. لا لا انا مش عايزه محاضر وسام وقضايا، انا خلاص متنازله عن حقي ومسامحه خلاص. متنازله ايه؟ بقولك ده محضر روتيني وسيبيه لنا الباقي. نهار اسود على السنين السودا، ايه اللي عمل في محل البنت كده؟ مين اللي عمل عامله السودا دي؟ كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا 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 انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش في روحك كده. خلاص هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك دي حل حاجه فكرت فيها تسليكي بدل القعده؟ انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساسه، بس برضك ما تقهريش في روحك كده، ولو القعدة هتكبك اكتر ما انت مكؤوبة ومنزل مع المحل. فكي كده قومي يلا. انا يا اختي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيقولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكاية نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينطلنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والولية الفراشه اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحيه، حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي اللي مؤاخذه الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسه ايه يا بني ادمه يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي، انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحي.